إليكم قراءة هذا المرسوم الرئاسي الذي يحمل الرقم 019. المادة الأولى: تم تعيين الشخصيات التي أسماهم حكاما في الأقاليم التالية: إقليم البطحة الحاكم السيد علي أعظم عبد الله منصب شاغر، إقليم حجر لميس الحاكم السيد أبو بكر جبرين أبو بكر خلفا للسيد علي أعظم عبد الله الذي استدعى لشغل وظيفة أخرى، إقليم البحيرة الحاكم السيد محمد أبالي صلاح خلفا للسيد أدم فورتي أحمدو الذي استدعى لشغل وظيفة أخرى، إقليم شرق الأوسط الحاكم السيد يوسف بودنبامي منصب شاغر، إقليم وداي الحاكم السيد أدم فورتي أحمدو خلفا للسيد محمد بشير أوكرمي، إقليم تبستي الحاكم السيد محمد داري بازين خلفا للسيد تشوناي إليمي حسن. المادة الثانية على وزيري المالية وإدارة الأراضي: تطبيق هذا المرسوم الذي وقع عليه اليوم في 12 يناير 2018 رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. بهذا المرسوم مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.